للمزيد ينضم إلينا من لندن مراسل الغد عمرو المنيري. عمرو، كيف تابعت مؤتمر حزب العمال هذا العام، وأيضا ما الذي يدور في الأوساط السياسية حول ختام هذا المؤتمر؟ نعم جمانة، هذا المؤتمر والذي استمر 4 أيام واليوم والآن يختتمه جيرمي كوربن زعيم الحزب بأنه مؤتمر من أهم المؤتمرات التي شهدها هذا الحزب، وخصوصا هذا التوقيت والمكان الذي خرج منه هذا المؤتمر. نتحدث عن ليفربول، وهي تعتبر عاصمة الصناعة وعاصمة العمال هنا في بريطانيا، وهذا له مدلوله الخاص. هو يريد أن يوجه رسالة إلى العمال بشكل عام في بريطانيا، وهي القوة الداعمة لحزب العمال بشكل طبيعي، وأيضا الذين كانوا يشككون في قدرات هذا الحزب على استعادة السلطة مرة أخرى، لكنه الآن هو في موقف قوي جدا كحزب الآن، وهو كزعيم للمعارضة ربما هو المرشح الأقوى للفوز الانتخابات التي ربما نتوقعها أن تكون في شهر نوفمبر المقبل أو قبيل شهر ديسمبر. رغم أن ماذا عن الاستفتاء حول صفقة الخروج عمرو؟ نعم جمانة، هي مشكلة في حد ذاتها الآن. يعني حزب العمال يحاول أن يستغل كل الفرص المتاحة إليه. نتحدث عن البريكزيت منذ قليل، وجاء خبر عاجل أن هناك اجتماع سيكون بين ميشيل بارنيه كبير مفاوضين الاتحاد الأوروبي مع جيرمي كوربن يوم غد. لم يتحدد أين سيكون هذا الاجتماع، لكن على الأقل نحن نتحدث أن هناك محادثات ما بين زعيم المعارضة حول البريكزيت مع كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي. إذن نحن نعلم أن الاتحاد الأوروبي هو أيضا يرى أن تيريزا ماي هي في موقف ضعيف، وربما تسقط هذه الحكومة، وهو السيناريو الأقرب للتدخل وللتصور. وأيضا نحن نتحدث أن ربما يكون هناك مناقشات من الاتحاد الأوروبي، ربما يشجع على استفتاء جديد، وأن الاتحاد الأوروبي سيوافق على تمديد المهلة المعطى لبريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي للسماح لوقت أكثر لإجراء هذا الاستفتاء الذي ينتظره الاتحاد الأوروبي أكثر ما ينتظره حزب العمال والمؤيدين لحزب العمال أو من يريد البقاء في الاتحاد الأوروبي. عمرو المنيري مراسل الغد، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.